يا ياسمين، اكبر شوكولاته موجوده في السوق. شوكولاته ايه يا بابا؟ انا قلت لك عايزه كمبيوتر. يا حبيبتي الكمبيوتر مش اوانه دلوقتي، ده بيطلع في الصيف. انت فاكرني عيله ولا ايه؟ ان شاء الله يا حبيبتي امسكي بس الشوكولاتايه ان شاء الله. يعني اول ما اجوز بقى ايه خالتك وعمتك وننتك ابقى اجيب لك كمبيوتر ايه، تبقى انت بقى تاخديني من ايدي وتروح انت تجيبي لي كمبيوتر لان اكون عجزت بقى. الو. حاضر تيتا انعام، تليفون ليكي. تليفون ليا؟ والله ما قادره اتكلم، ده انا حتى النهارده بقي بيوجعني. يلا. الو مين؟ ام سميه. ازيك يا اختي، فينك وفين ايامك؟ ما بتساليش عليا ليه؟ على رايك الدنيا بقت مولعه نار. اول امبارح ومليك عليا حلفان نزلت عشان اشتري شويه خضار وملوخيه ناشفه. ما انت عارفه عادل بيحب الملوخيه الناشفه. رجعت في البوك بتاعي مفيش تمن التاكسي. كل ده بقها وجعها. قصدها بقها وجعها. ازيك يا اختي وازاي سميه كده؟ والنبي الف مليون مبروك. ايه يا ماما؟ سميه كتب كتابها ودخلتها بعد بكره. ايوه يا اختي ايوه، فرحتلك قوي. ومين بقى اسم النبي حرص وصينه كده اللي خد سميه؟ مجدي، عارفاه ابن اعتماد جارتنا. ده شاب طيب وابن حلال. ده حرامي ونصاب. ايوه يا اختي، بقول ده شاب كويس. لا بيسهر ولا بيدخن. الف الف مبروك. طبعا هجيب سناء واجي ان شاء الله. ان شاء الله فرحتلك قوي. مع السلامة يا اختي، مع السلامة. بلانيلة بقى تتخطب لمجدي واختك قاعدة كده قدامنا من غير جواز؟ انت مش لسه يا ماما بتقول عليه دلوقتي ده حرامي ونصاب؟ ايوه، بس الراجل ما يعيبوش الا جيبه. شوف مش هجيبه، يعني انت كلك على بعضك عيوب. يا سلام، كلي على بعض. الو مين؟ حاضر. تيتا مكرر، تيتا مكرر، تليفون ليكي. عيب يا قليلة الأدب، مفيش حاجة اسمها تيتا. تيتا دي بلديون، اسمها نانا مجيدة. ألو؟ هلول، إزيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. لا مش معقول يا بنتي، أنت مش معقول كل ما أسمع صوتك أضحك. طب قولي لي بقى، قولي لي نكتة. إيه؟ ناتي خبطها اوتوبيس. ايه دي مش نكته؟ حسنا. يا لا انا اسفه البقاء لله. يا خبر ابيض. لا ضروري، انا هاخد نجله واروح اعزي على طول طبعا. طب يا حبيبتي ميرسي، مع السلامه، باي باي. اتخبطت باوتوبيس راح. دي في عز شبابها، دي قدي. المرة دي أكيد تجور بقى، هو ده اللي ناقص. ألو؟ مين؟ حمادة؟ عايز مين يا سي حمادة؟ لا، أنت جبت النمرة دي إزاي؟ ولد قفل السكة ليه للأدب. نمرتنا خلاص يا هانم، بقت متسيفة على نص موبايلات مصر. أظنها هتقولي نجلة برضو. لا مش نجلة، ياسمين. إيه؟ ياسمين، أنت يا بنت، بنت ياسمين. نعم. تعالي هنا. انت مديه نمره البيت لواحد اسمه حماده؟ هو اتصل. اتصل؟ انت اديتي له النمره ازاي انت يا بنت؟ انت كده ممكن يزعل وما رضاش ياخدني معاه. ياخدك معاه فين يا ليله الادب انت؟ اصل حماده قائد الرحلات في الفصل. قائد الرحلات؟ وياخدك معاه. طيب يعني انتوا طالعين رحله، والله دي ممكن تبقى فكره كويسه. طب معاكي نمرته؟ ايه ده، انت بجد هتوديها؟ ده انت عمرك ما طلعتها رحلات. ركزي معايا، ماما وسناء طالعين على الفرح، ماشي؟ مامتك ونجلاء طالعين على العزاء، مش فاضل غير ياسمين، سيبينا انا اتصرف. هنا؟ الو؟ اكلم الاستاذ حماده والله. حضرتك؟ معلش انا والد ياسمين، معلش انا فاكر حد بيعاكس، انت عارف يعني ياسمين في اولاد كتير بيعاكسوها. هي مستعده تطلع معاك الرحله، ماشي؟ هي ياسمين هكلمك اهي، خدي كلميها ياسمين.
اقفل يا بابا، كلمه من جوه. كلميه من جوه؟ طيب. مع السلامة، مع ألف سلامة. هتوحشونا والله، والله هتوحشونا. ياه، الواحد بس اضطر يكذب بس. مشي مشي كلهم كلهم. الحمد لله، مش مصدقة نفسي، بيتنا رجع تاني لينا. الحمد لله، فلوسه حلال يا ماما، بيتنا ده فلوسه حلال وأخيرا رجع فعلا. مفيش حق بيضيع على حد أبدا. فاكرة فاكرة البيت ده لما كان بتاعنا؟ فاكرة؟ يا على ده أسبوع. يا لما كان الواحد بيقعد كده أهو مأنتخ تحت المروحة وهو لابس الفانيلا الحمالات. طب فاكرة الفانيلا الحمالات؟ لسه مخيطها لك امبارح يا عيني. فاكر لما كنت بطبخ لك كل يوم؟ اه على دي ايام، ربنا لا يعيدها. كانت ايام جميلة. يا نهار ابيض، ايام فظيعة. بس يعني عارفة اي اتنين طلبة في معهد تجاري ممكن يقعدوا مع بعضيهم في حديقة الفسطاط اكتر ما احنا بنقعد مع بعضينا. بس عموما ما تقلقيش، اظبطي ساعتك، بعد ثواني هيبدا العد التنازلي لاحلى 24 ساعة في حياة المتجوزين. هنعمل ايه؟ احسن حاجة بقى حبيبتي ها نفضي دماغنا خالص ونحاول نستفيد من كل لحظة في 24 ساعة دول. اقول لك نعمل ايه؟ احنا نطفي نور الشقة كله ونقعد مع بعض كأننا عايشين في جزيرة مهجورة. وانا البس لك طرزان. حاضر انت بتهرج، انا ما بهرجش. احنا نتغدى على ضي الشموع. ايوه، ونتغدى هنا ونقعد نزرط دور حته مش على الترابيزه ولا حاجه، على ضي الشموع. يا دي الشموع. حاضر يا ستي، هشد لك سكينه الكهرباء ما تقلقيش. بعد الغدا بقى اقوم ايه طالع على البلكونه بالفانيلا الحمالات. يا حبيبي كده هتاخد برد. يا حبيبتي مش اشكال اخد برد، اتعالج بعد كده، بس المهم ان انا استمتع بالفانيلا الحمالات. يا وبعد كده بقى نقوم جايين على الصاله نقعد نتفرج على التلفزيون، ولا اقولك ناخد بقى التلفزيون ونخش نتفرج جوه في اوضه مامتك، وبعد ما نتفرج على التلفزيون في اوضه مامتك نطلع بقى على اوضه امي. لا هنعمل ايه في اوضه مامتك؟ مش اشكال، اهو نقعد نتنطط على السرير، نتنطط على السرير، نتنطط، او مثلا ايه نقعد نفتح الدراج ونقفلها، نفتح ونشد الستر. ايه ده؟ مين الرخم اللي جاي دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا اخويا، ما شفت زي خيبتي، ما شفت زي خيبتي على بختي المايل، على حظي المتدين المدعوس. لا ليا بخت في راجل ولا ليا بخت في عيل. انا يعمل فيا كده؟ انا يضربني ضرب ده الغواد ويدشدشني. هو مين ده اللي ضربك يا ستي؟ هو في غيره يا اختي؟ هو في غيره يا اختي؟ المتشرد الجعان الرمه يعمل فيا انا كده؟ انا اللي طول عمري مستحملاه هو وعياله وشايلاه. مسيح انسى، طبيخ اطبخ، كنيسه اجلس. ايوه يا ستي، نشير تنشري، عصير تعصري، المهم ايه اللي حصل يا ابو مرفت؟ ابدا يا اخويا، بالراحه كده بطلب منه كاتشب ماشين. في حاجه دي كاتشب ماشين؟ شفت اهو ما فيهاش حاجه، حته كاتشب ماشين يبهدلني في الشكل ده. رانيا رانيا، وبعدين يا رانيا دي جايه تقعد. ما انت مش عارفه ام ميرفت الخناقه عندها ببياتة، عشان كده يا حبيبي انا من رايي تروح القهوه تقنع جوزها وانا احاول اقنعها هنا. اروح القهوه ايه؟ هنقعد بتاع ساعه على ما نقنعهم دول. ساعه يا عادل؟ ساعه ماشي، مش اشكال ساعه. المهم لما ارجع استعدي لاحلى 23 ساعه في تاريخ المتجوزين. ايوه يا رجاله، دي تقريبا بقى هتنفع مع 2 النار. اشرب الليمون يا استاذ عادل. ايه ده ليمون من غير لا سكر ولا ميه ولا اي حاجه؟ طبعا يا استاذ عادل، هو انت زبون؟ ده انت صاحب مكان، يعني ليمون يجي لك من على الشجره على الفنجان عادل على طول. اشرب. طب ما تعاملني ان انا زبون يا معلم وتحط لي ميه وسكر، اعملها لي الليمونات عادي يعني. سيبك من الليمون، القصد الوليه مراتي نكاديه وشرسه، ولو انا نفذت طلبها الباقي هيكر طلبات. يا معلم يعني هم الحريم يعني طلباتهم ايه؟ انت تعرف حاجه عن الحريم يا استاذ عادل؟ على رايك، ده انا حيالله يعني عايش مع مراتي وامها واختها وامي واختي وبنتي، يعني مش مديني فرصه اعرف اي حاجه عن الحريم. صح، والنهارده لو طبيت بكره تركب وتسوق.
طب وفيها ايه يعني يا معلم اما تركب شويه يعني دي بكتيرها هتلف بيك الصاله وخلاص. يا استاذ عادل انت مش فاهم حاجه، ما انا لو جبت طلبه اللي هو الكرشه ماشين بكره تطلب مكوى. هو انتوا ما عندكوش مكوى؟ لا. طب يا معلم، طب ما يعني هات لها الكرشر ماشين ده، لو بعد كده طلبت مكوى طلقها، بس المهم ترجعها النهارده يا معلم، ده فاضل 23 ساعة ونص. اقطع يغور مطرح ما يغور، يلا يروح في 60 داهية، ده بخيل ورمة. ايه ده يا رامي؟ الورك ده ماله مزرنح كده ليه؟ انت بتطبخي بهولندي؟ بقول لك ايه يا ام ميرفت، استهدي كده بالله وفوقيلي وقولي استبحي يا صبح. يوه يا رانيا، هو انا كفرت يا بنتي؟ بصي بصي ايديا، بصي ايديا واحكمي. بصي شقاوة من كتر تقشير التوم، تخريط البصل، طحن الفلفل، طحن كل حاجه، لما انا نفسي اتطحنت. طب انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على اللي حصل وانت احكمي. هو راجع من الشغل كالعاده، طبعا انا حاطه في دماغي بقى اللي انا كنت عايزاه، رحت لابسه بقى الجلابيه، بصي عسل الجلابيه اللي بتلمع الحلوه دي، وكحلت عينيا وضبط المنديل ومية مية، ولسه يا اختي بقول له لسه، وراح مناولني الاولاني. جنيه الاولاني؟ جني لما يلهفه الالم الاولاني. وخدي عندك على اللي جرالي، ما جراش لحد. بصي راح ماسك دماغي يا اختي ودب بالروسيه، ولا لك بصي فكي راح، مش عارف انضغ ولا اتكلم ولا اعمل حاجه خالص. دروعي شلاليت ايه؟ لكاكيم ايه؟ حته علقه اكلتها تقولي يا اختي انا دخلت مصارع السيران؟ يعني كده مفيش امل ان انتوا تصطلحوا؟ نصطلح فشر، ده بعينه، ده انا لازم الوده واشحتفه، امال ايه؟ قد اسبوعين ثلاثه كده عشان يعرف قيمتي. طب يا ستي افرضي الراجل طلع غتيت وما حسش على دمه. وايه يعني؟ انا حلوه وزي الفل، قاعده وحلوه ومستريحه 24 قيراط، هو يرن مكان ما يرن. قولي لي يا رورو، ما لقيش يا اختي عندك حبه رز بالشعريه؟ يعني يا معلم انت مش ناوي ترجعها النهارده خالص ولا ايه؟ لا ممكن ابدا، طالما الموضوع دخل في العين ما تحاولش معايا. ولعلمك يا استاذ عادل انا دماغي صارمه. لا 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 يا معلم، معاش اللي يقول عليك كده، ده انت يعني ما شاء الله عاقل ورزين. يا استاذ عادل لما اقول لك دماغي صارمه تبقى دماغي صارمه. لا يا معلم، لا 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 ما تقولش كده خالص، يعني ده انت دماغك توزن بلد يا معلم. انت تعرف دماغي اكتر مني. بقول لك يا استاذ عادل لما اقول لك صارمه تبقى صارمه، صباعك لما وجعك تعمل فيه ايه؟ اعالجه طبعا. لا تقطعه. لا ما شاء الله صارمه صارمه يعني. صارمه قديمه كمان. كيتشن ماشين 4 سرعات، كل الحاجات بتتعصر، عصير كمان فلفل اسود وكمون وكل حاجة، زجاج غير قابل للكسر. جوزك حبيبك يا مفرفت مستنيكي. شفتي ما قدرش على بعدي ولا على زعلك. اتفضل يا مفرفت، الف مبروك. يسلم لي عمرك يا اخويا، افضلكم بعافية. مع السلامة يا أم ميرفت، مع ألف سلامة. شكرا يا أخويا، إن شاء الله يخليك. مع ألف سلامة. أعملي حسابك بقى، الشهر ده مخصوم من مصروف البيت 150 جنيه. ليه بقى إن شاء الله؟ عشان جبت الكيتشن ماشين ده على حسابي. يعني برضو جوزها غتيت ما رضيش يجيبه؟ مش إشكال جوزها، المهم خلينا مركزين في أحلى 10 ساعات ونص فضل لنا عشان نبقى أسعد زوجين متجوزين. ايه رايك في الجو ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا سلام شموع، واللي بتفكرين يعني اخر مره عملت عيد ميلاد، وكمان ايه اكل وانت اللي عاملاه. يا ولسه انا محضره لك مفاجاه. ايه بقى؟ هنحلي بالفاكهه دي مثلا على اضواء لمبه سهري؟ براحتك. عموما الماتش اللي كان نفسك تتفرج عليه انا بسجله لك. تكلمي جد؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. لا ده انا اكل بسرعه بقى عشان هتفرج على الماتش. يا سلام، يعني الماتش هو اللي فتح نفسك؟ طب ايه رايك بقى، مفيش ماتشات بتتسجل. بطلي هزار بقى، انت بتشتغليني ولا ايه؟ لا هو كده، ويلا يا الماتش. يا انت يا الماتش حبيبتي، ما تعمليش عقلك بعقل ماتش، عيب. عادل انت بتفهم ولا ما بتفهمش؟ بقول لك يلا يا الماتش. بفهم ولا ما بفهمش؟ طب هتفرج بقى على الماتش، ولحظك النهارده مش ماتش بس، ده في كمان مصارعه حره بتاعت الاقزام، يعني صباحي كده يا عادل. اوكي اوكي يا عادل، انا هسيب لك البيت وامشي، ولعلمك بقى مفيش شموع. يا
يا سلام بتهدديني؟ ماشي عادي جدا، وسايبالي دول ليه يعني؟ تفاؤل اهم. بس خليها ضلمه. اتفضل يا معلم. شكرا يا استاذ عادل. على فكره يا استاذ عادل انت محقوق للست جماعتك. قول لي ليه؟ ليه يا معلم؟ يعني بصراحه كده يا استاذ عادل، انت لو لفيت الكره الارضيه دي كلها رايح جاي مش هتلاقي ست كامله من مجاميعه. عندك مثلا ست بتطبخ كويس تلاقيها نكديه، ست حلوه تلاقيها شرسه، ست صاينه قرشك هتلاقيها لوك 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 وتوجع لك دماغك. طب ما هم الستات كلهم كده يعني، الحل ايه يا معلم؟ خدني عندك كمثال، اشتري مني. اشتريت؟ اشتريت، عايز الباقي والله اشتريت. يا استاذ عادل اشتري الكلام. انا مثلا الست بتاعتي لا مؤاخذه غضبت وسابت البيت، كل ده ليه؟ عشان اجيب لها القرش ماشيين. رحت انا اعمل ايه بصراحه؟ نزلت جبت القرش ماشيين. ايوه يا استاذ عادل جبت القرش ماشيين ب 15 جنيه، ايه يعني ما تجيبه؟ تشتري راحتك، دي رجوله والله ب 15 جنيه وبلاش دماغك تبقى صارمه يا استاذ عادل. يا نهار اسود، ده انت كنت بتتخانق عشان دماغك تبقى صارمه. جرايه يا معلم، انت بتشتغلني انت ومراتك وبتعملوا علينا نمره ولا ايه؟ ما تحاوليش يا مامة ميرفت، خلاص انا قررت هسيب له البيت وامشي. يستاهل. ايوه حكم الرجاله دي ما تجيش الا بالجزمه، اديله يختي زي ما اديت المتنيل جوزي، وفي الاخر اهو جاب الحاجه اللي انا عايزاها. معاكي حق، انا لازم اسيب له البيت وامشي عشان يعرف غلاوتي وقيمتي عنده. وعارفه بقى يا مامة ميرفت، انا جاي اقعد عندك. تقعدي عندي؟ اه. اكبر غلطه تعمليها، اوعي تعملي حاجه زي كده. ايوه خديني قلم ساد، تعالي بس لما افهمك. انا هقول لك دلوقتي، انا لما طلبت الحاجه من المتنيل جوزي رضي يجيبها لي، ما رضيش قدامك، لا عيطت ولا بكيت ولا اشتكيت ولا سبت البيت. ايوه وفي الاخر حس بغلطته وجاب الحاجه اللي انا عايزاها. يا سلام. ايوه. طب تعرفي والله انا لو كنت ركبت دماغي كان زماني مرميه في الشارع. اه قولي لي كنت هروح لمين يا حبيبتي؟ ده البني ادم منينة تقيل. اه والله تقيل قوي. اسمعي الكلام. هقول لك يا استاذ، انا جبت القرش ماشيين منين؟ عارف انت محل الفول والطعميه اللي جنب فرن ولاد ابو سمسم؟ وراه بيبيعوا القرش ماشيين، فانا شايف انك تجيب لمراتك واحده من هناك. لا مؤاخذه بيه، بيتكم ناقصه حاجات كتير يعني. اولا الكرشر ماشين ده ما بيتباعش هناك يا معلم. ثانيا حضرتك ما اسموش كرشر ماشين، اسمه كيتشن ماشين. ثالثا ثمنه مش 15 جنيه، 150 جنيه. رابعا انا اللي دافع ثمنه يا رمه. خامسا اطلع بره بدل ما اشغل عليك الجزمه ماشين. برا عليكي بعد يا تلعادي حشره، ونبي لما تيجي حماتك العامله لو ورياها. يلا برا 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 برا. يا حشرات جراثيم يا ميكروبات. طب ما نرش بقى. طب عايز انت لسه زعلانه يا رانيا؟ يا رانيا يا حبيبتي يعني بص انا فاهمك حاجه، بس انا الفرصه قدامي كانت كبيره جدا لدرجه ان ما عرفتش يعني اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. المفروض لما فرصه زي كده تجيلك تحط عينك عليا وما تشيلهاش. ما انا كان نفسي احط عيني عليك يا حبيبتي، بس انت اصلك جميله جدا فخفت يعني ان عينيا توجعني بعد 10 دقايق. لكن خلاص ملحوقه، احنا لسه قدامنا 3 ساعات وتلت، عايزين نستغل الفرصه دي. ماشي. هاجي الشغل ولا مش هاجي الشغل؟ انا في يوم ما جيتش فيه الشغل. انت مالك اتاخر ولا اقفل يا رمز اقفل. ايه ده؟ فين الفطار؟ سلامة عينيك يا حبيبي، الفطار قدامك على السفرة. ده فطار عاملين فطار لقطة. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تشوفوا شغلكم بقى. ايه يا عادل بتجعر على الصبح ليه؟ بجعر ايه بس يا ماما؟ فين الفطار؟
البستار، انت عارفه كويس قوي ان انا بحب البيض بالبستار مع الفطار. ايه عادل، صبريه صبريه اصبر، اهي انعام بتحضرهولك. لسه بتحضرهولي؟ امال بتعمله ايه بالصبح؟ يا بيبي اهدى يا بيبي، مش كده. صحتك يا حبيبي، صحتك يا بابا. الغضب قبل الفطار بيعمل تهتكات في المريء والمعده. انا بقى لو حصل اي حاجه لمعدتي هتبقى انتوا السبب يا هاني. في ايه يا عادل؟ ايه الغيغه اللي انت عاملها على الصبح دي؟ غيغه؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت اصلا؟ انت اصلا لا منك ولا كفايه شرك يا هانم. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز البيض بالبصير مع، انا بفطر وبحب البيض بالبصير مع الفطار. خلاص اهدى، اهو البيض بالبصير ما كل. اخيرا جبتوا البيض بالبصير ما؟ وايه البيض ماله ليه؟ ايه ده والبيض؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ وعاملاه كمان في عيش شامي يا ماما. يا ماما ما انت عارفه يا ماما ان انا بحب العيش الفينو من ايام المدرسه، وانا بحب العيش الفينو للصغير اللي انت كنت. بصوا انا مش واكل، انا مش واكل، انا مش واكل، انا ماشي. سلاموا عليكم. انا مش فاهمه كلامه خالص. هو في ايه كده ليه؟ انت عزفت يا رمزي؟ يا دوله ما نظفش البازار ليه؟ انا نظفته يا عم. هو يا عم نظفته يا عم؟ امال ايه التراب ده؟ ها ها، قصدي التراب ده فين؟ التراب فين؟ التراب قلت لك يا دوله. ايه يا دوله مالك؟ فين ال، انا مش قايل لك رص الحاجات دي امبارح بالليل ما رصتهاش ليه؟ يا عم انا برصها اهو. يا عم برصها اهو ايه؟ وانا ما اطلبش منك حاجه وتعملها في ساعتها ابدا؟ ساعتها كنت نايم بقى يا دوله بقى. طيب والتمثال ده ايه اللي حاطه هنا على المكتب؟ سبحان الله، انت مش انت يا دوله امبارح بالليل اللي قلت لي حطه هنا؟ انت بتنسى كده دايما. او انا اقول لك حاجه تعملها؟ انت مالكش شخصيه ابدا. ايه طب قول لي بقى دلوقتي، انا نفذ الكلام اللي انت بتقوله لي ولا ما نفذوش؟ يا عم بقى حيرتني. حيرتك؟ انا حيرتك؟ يا دوله والله العظيم بقى. يا عم اهدى كده، اهدى يا عم كده، يا الواحد واخد من الدنيا حاجه. اهدى كده واصل مراوحك تتكسر. يا بارد بارد، يا ريتني عندي عشر برودك ده. ايه يا دولة بس كده؟ انت يا عم اليومين دولت اعصابك كده مرهفة ونفسيتك ملفقة منك يا دولة. احكي لي ايه اللي تعبك؟ احكي لك؟ احكي لك انت هتصاحبني ولا ايه؟ ايوه دولة، احنا مش ولد عم يا دولة. ما تقوليش ابن عمي، ده شايفني متنرفز ما تقوليش ابن عمي. المهم سألت على المخزن اللي احنا هنخزن فيه البضاعه اللي هتيجي دي ولا لا؟ اسكت يا دوله اسكت، دي الاسعار مفرفره في الهوا. دي اقل مخزن يا دوله ب 3000 جنيه. يخرب بيتك انت فرحان؟ امال هنعمل ايه في البضاعه اللي جايه؟ هنخزنها فين؟ بص يا دوله بقى، الفكره دي انت يعني احسن حل، يعني انت تحط التماثيل دي عندك في تحت بير السلم في العماره وتربطهم بجلازيك. جلازيك؟ وانا بركن عجله؟ تماثيل يا ابني، تماثيل تتسرق. طب هنعمل ايه؟ طيب يا دوله. بس 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 انا ما عنديش غير حل واحد، اخزنهم عندي في البيت. يا عم انت عندك في البيت، انت تسرح بيا، دي مدروزه بشر. وايه المشكله يعني؟ اي اتنين اطلعهم واحط مكانهم التماثيل لغايه ما يتباعوا. يتباعوا؟ ايه ده، هتبيع اتنين من اهلك يا دوله؟ هبيع اتنين ايه يا غبي؟ يا غبي، لغايه ما التماثيل هم اللي يتباعوا. طب ما هو دولت يا دوله برضه هيقفوا لك بالمرصاد وهيعندوا معاك وهيرفضوا. انت بتتنرفز عليا يا واد ولا ايه؟ مين اللي يقدر يرفض؟ انا ما ينفعش حد في البيت ده يكسر لي كلمه ابدا. صح يا دوله، هم فعلا ما ينفعش يكسروا لك كلمه، بس ممكن يكسروا لك التماثيل يا فالح. ساعتها بقى هيشوفوا الوش التاني. وش تاني ليه يا دولة؟ وانت براسين؟ لو حد بس منهم كسر لي كلمة يا ويلو يا سواد ليلو. ايوه دولة كده، انا بحبك كده، خشونتك ورجولتك في المواقف السهلة دي اديها ما ترحمهاش. اللي كسر لي كلمة يا ويلو يا سواد ليلو. دي يا ويلو يا سواد ليلو. يا ويلو يا سواد ليلو. دولة انا هروح اجيب لك فطار. يعني ايه؟ يعني انا كلمتي ما بتتسمعش في البيت ده؟ لا يا روحي، يعني اذا اردت ان تطاع امر بما لا يستطاع. امر بما لا يستطاع؟ انت اساسا بتقوليها غلط صراحه بقى. انت يا هاني من اللي لا تستطاعي. لا لا عادل كده جاميه، يعني تحكماتك دي زادت قوي. والله من حكم في بيته فما ظلم. احكم يا عادل بس بالعقل وبالاصول، مش معقول تطردنا كلنا عشان تماثيل. يمكن هيأجر الشقة يا ماما فروش للتماثيل. يا فروش الترياق الترياق. طب ايه رأيك بقى ان التماثيل دي هتتحط في اوضتك وانت تفرشي ان هو لا اما في الصالة لا اما في المنور. اخس عليك يا عادل،
بقى عاوز تقعدنا احنا في المنور ولا في الصالة تبيع اختك وامك عشان تماثيل؟ التماثيل دي هي اللي هجيب لنا فلوس. لا 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 انا مش قادرة افهم، انت هتفضل تجري تعايرنا على طول؟ اعايركم بايه؟ انا مش بعايركم، انا بقول لكم الواقع، الفلوس اللي انا بجيبها اللي بصرفها عليكم. لا مش معقول ابدا كده، انت كل شوية هتقعد تفكرنا مش كفاية قوي ان احنا قاعدين منكمشين في بيت واحد وكلنا فوق بعض؟ لا 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 ومستحملينك وانت اوفر كده. اوفر؟ حلو قوي كده، بقى يبقى جيم اوفر على رأي الشاعر الاغريقي اللي قال جنت على نفسها حماتي. طب ممكن تبطل فتي؟ ممكن تبطل فتي لو سمحت، لان الشعر اساسا الاغريقي اللي انت بتتكلم عنه عازب مش متجوز. اهو عازب بقى مش متجوز، متجوز انا كلامي يتسمع وخلاص. التماثيل هتيجي وهتتحط في البيت كله، وانتوا بالنسبه لكم تفرشوا وتناموا هنا في الصاله. ايه 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 بتقولوا حاجه ولا ايه؟ فلوس ولا ايه؟ انا مش فاهمه. اه بحسب. لا 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 كده بقى بقى. بطلب منكم شوية تسامح، وليه ما نخصصش يوم للتسامح ونسميه يوم التسامح المصري الجميل، ويبقى تحت شعار لو خدك على قفاك سيبه يلطش فيك. لو خدك على قفاك سيبه يلطش فيك، ايه كلام الهزو ده؟ يبقى كده الواحد يبقى راجل هزو. ولسه معاكم وبرنامجكم انا في الضياع، وبنستقبل تليفوناتكم على 0550 77 3. طب والله لا اكلمك ونشوف ايه الحكاية دي. آه مشغول هرب من المواجهة الجباه. ألو مين معايا؟ أنا حسام المنيري. عم حسام، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ وإيه الشعار اللي أنت عايز تقول اللي هو بتاع لو حد خدك على قفاك سيبه وبتاع؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ واضح إن موقفك في الحياة مختلف عن مبدأنا في البرنامج، لكن ده يحفزني إني أتناقش معاك وأفتح معاك حوار. قوي قوي، افتح الحوار اللي انت عايزه، ايه بقى وجهة نظرك يعني؟ واضح ان حضرتك عصبي، هو حضرتك متجوز؟ يا سيدي متجوز. وسعيد في حياتك الزوجية؟ لا، مش عارف، مش عارف. يظهر انك تعبان، انا عايزك تريح نفسك خالص وتعتبرني كأخ. هي تعباك في ايه؟ هي، مش هي، هما. هو حضرتك عايش مع 2؟ يا ريت. 3؟ يا ريت. 4؟ يا أستاذ ما كانش ده يبقى حالي. بس أكتر من كده هتتعرض لمساءلة قانونية. لا حضرتك فاهم غلط، أنا مش يعني حضرتك، أنا عايش مع 6. 6؟ افهم يا حس، بس المشكلة مش في سناء أختي ولا في رانيا مراتي ولا في ماما ولا في حماتي، هم بص هم كلهم شغالين وكويسين. امال ايه مشكلتك يا دولا طالما انهم طيبين ومريحينك؟ المشكله احس بجد بقى ان الحاجه ما بتتنفذش من اول مره، لازم ازعق واشخط عشان ينفذوا اللي انا بطلبه منهم. كل الستات عموما لازم تخش لهم من المدخل العاطفي، هتلاقيهم بينفذوا امرك من تلقاء نفسهم. ايوه احس، ما انا خايف برضو امشي في الطريق العاطفي ده فلاقيه كله مطبق. عيب يا عدولة، اسأل مذيع ولا تسألش طبيب. ماشي حس، عموما دي فرصة سعيدة قوي وانا هحاول اعمل بالنصيحة بتاعتك. ماما يا ماما، ماما ما شفتيش البلوزة الصفرة بتاعتي؟ يا ماما حرام ابيض، الحقوني يا جماعة الحقوني. ايه في ايه رانيا؟ مخزون البسترما اللي في التلاجة خلص، وهاد رئيس دلوقتي عشان يروح الشغل، لو عرف هيخرب بيوتنا. انا ماليش دعوة، انتوا جواز واحرار مع بعض. انتوا خايفين منه كده ليه يا جماعة؟ قولوا له ببساطه البسطرمه خلصت. ايه هياكلكم من بدلها ولا ايه؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الجمال، صباح الصباح. صباح النور. صباح الخير يا ماما، يا احلى ماما في الدنيا، يا ست الحبايب، يا حبيبه فعلا، فايزه كان عندها حق. صباح الخير يا حماتي، يا اجمل حما في الدنيا على فكره. اسماعيل ياسين ابدا ما كانش عنده حق اما كان بيقول حماتي قنبله ذريه، بالعكس حماتي ملاك. صباح الخير يا احلى حما، خلفتي لي احلى مراتي في الدنيا. يعني ايه؟ يعني طبعا يا حبيبتي انت اجمل واحده في الدنيا، عمري ما كنت اتمنى في وقت من الاوقات ان انا اتجوز واحده في جمالك وفي حلاوتك وفي رقتك. صباح الخير يا رانيا. ايه ده؟
ايه الرضا ده كله؟ صباح الخير يا سناء، يا حبيبتي، يا أختي، يا جميلة. يعني التعليم، يعني التربية والتعليم، يعني الأخت مدرسة، ويا سلام لو تجربية، يعني مصاريف زيادة وأزية وقلق، وتعتبري سفيرة إبليس في هذا البيت. يا سلام، يا سلام على السعادة، يا سلام على الاستباحة الحلوة في البيت السعيد اللي أنا عايش فيه. عادل اسكت يا عادل، مش مفيش بسطرمة، ورانيا نسيت تجيب لك بسطرمة، يعني طنشتك، يعني ما اشتريت لكش بسطرمة. عادي جدا، مراتي حبيبتي ونسيت تجيب البسطرمة، ايه المشكلة؟ عادي خالص. ده كفاية بس ان مراتي حبيبتي عليها عبء ومسؤوليات كتيرة جدا في البيت، يعني احملها ايه اكتر من اللي هي فيه ده؟ ربنا يكون في عونها صراحة. والله يا عادل حاولت اعوض ببديل بروتيني اخر كشرائح السجق بالكبده الحاره، ولكن يعني فقد. يا حبيبتي ده كفايه بس كلمتك دي، من غير ما تعوضي ومن غير اي بروتين ولا اي حاجه خالص، كلمتك دي لوحديها بس يا رانيا شبعتني، هقعد عليها 5-6 ساعات كمان على ما يعني اجوع تاني. يا سلام، ربنا يكملك بعقلك يا عادل. تصور انا كنت متاكده ان زرجنت امبارح دي غزة شيطان. فعلا يا ماما عندك حق، الشيطان ده فظيع، بس كان عايز يثبتني ويغزني. رحت انا ادركته وقلت له ايه ده راح فين؟ لا دي عيلتي، دول اهلي، اوعى. الحمد لله يا عادل، الحمد لله ان لحظه الغضب دي امبارح كانت لحظه عابره. الحمد لله ان لحظه غضب امبارح كانت سحابه مصيف. سحابة مصيف يا رانيا، حرام عليكي بقى، ارحمي مكتبة اسكندرية شوية، خلي حد غيرك يستعير. ما أسعدنا عائلة، ما أسعدنا. هدولة طمني، أنا متغوغش، إيه بيتهم في الصلاة ولا إيه؟ لا يا ابني ما بيتهمش في الصلاة، بالعكس ده أنا بيتهم على كفوف الراحة. نخيت. ايه الخه اللي انت بتقولها دي؟ وبعدين انت مالك، انت سخنان قوي على بياتهم في الصاله. اشمعنى يعني انا اللي انام في المخزن؟ وايه المشكله يعني ما تبات في المخزن؟ هم حتى لو باتوا في الصحراء يا رمزي انت برضو هتبات في المخزن. خد بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ بحسب. يا دول افهمني بقى، ما تبقاش معصلك دماغك. يا عم انا سامع ان المعلم ترسه هيشتري المخزن واشترى معاه هرمين وهيخزنهم فيه. طب والهرم الثالث يعني هيسيبوا لمين؟ فرصتنا بقى دولة، فرصتنا احنا بقى نخش بتقلنا نشتري الهرم التالت، نخزنه، سعره يعلى نبيع. ايه بس احنا عمرنا ما اشتغلنا في الاهرامات قبل كده يعني، واسمع كمان الهرم ده بيبقى له عمر افتراضي زي الجبنه النست، وعمره الافتراضي 9000 سنه. بص يا رمزي انا متهيألي احنا ممكن نأجره قانون جديد احسن. يا دولة فارم عليك، احنا ممكن نأجره فعلا، وبعدين نطلعه بقى في الاعياد وشم النسيم وكده نأجره للعيال. صح، دي فكرة حلوة برضو، ويبقى جنب الهرم ده ممكن نجيب لنا ايه، جمالين تلاتة، ها، على كرتونتين بقى مية معدنية، على شوية مراجيع، على شوية زحليق، ويبقى اول مولد فرعوني. ايوه يا دولة، والناس كساعتها بقى ممكن تستخدم الهرم ده كزحليقة، يعني يطلعوا لفوق كده ويتزحلقوا لتحت. ايوه يتزحلقوا لتحت، ينزلوا ميتين، ناخدهم نحنطهم ونتوسع بقى. يلا انا اتحمست خلاص، اتحمست. هنشتغل امتى بقى دولة؟ هنشتغل على طول ياض، بس افتكر لو احنا اخذنا الهرم ده ممكن ننقله فين مثلا؟ عارف تفتكر ممكن ننقله فين؟ فين يا دولة؟ مش عارف. متهيألي ممكن ننقله رمسيس، هم مش نقلوا تمثال رمسيس ودوه الهرم؟ شفتهم في التلفزيون. بس يبقى احنا ننقل الهرم نوديه مدار رمسيس، يبقى مدار رمسيس اسمه مدار الهرم، والهرم يبقى مدار رمسيس، بحيث اللي رايح الهرم يروح رمسيس، واللي رايح رمسيس يروح، يعني ندخل القاهرة في الجيزة. صح يا دولة. طب ايه رأيك بقى مدام سخنت يعني ما نشيل مع ابو الهول؟ لا 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 لا، ابو الهول مناخيره مكسوره ما يجيبش حاجه. لا لا لا، المهم بص يا رمسي. اسمع مين يا دول؟ يا عم اسمع انت كلامي، انا فاهم بقول لك ايه، انا راجل دماغي كلها عارف بيزنس يعني. ها الطلبات دي عايزك تروح تجيبها وتجيلي بسرعه. حاضر يا دول، عينيا. هجيبها بقى منين؟ هتجيبها من الهرم. قصدك رمسيس يعني؟ هوا فرين. لا يلا رمسيس ولا هو احنا اشتريناه ليه سقيف؟ حوض بلاستيكي مرصع بالبلورات الزجاجية وفتافيت الأحجار الأوتومنتيكية. يا نهار أبيض، أنا حاسس يا حبيبتي إن أنا متجوز موجهة فيزياء. بيبي
انا بدات احس ان انت بقيت رومانسي جدا. انا حاسه ان انا عايشه مع تامر حسني في البيت. تامر حسني ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. بصي يا رانيا، ده حاجه بسيطه جدا بس عشان اعبر لك بيها عن حبي واعبر لك قد ايه ان انا مقدر تعبك في البيت هنا. ميرسي. السلام عليكم. ازيك يا ماما يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه. ازيك انت يا حبيبي؟ بص يا ماما، ايه رايك بقى في العبايه دي؟ حلوه قوي قوي قوي، بس مش دي كبيره على رانيا؟ لا رانيا ايه يا ماما، انا جايبها لك انت يا ست الكل يا ست الحبايب يا حبيبه. يا حبيبي ربنا يخليك ليا. هو النهارده عيد الام؟ ها، وانا مستني يعني عيد الام عشان اعبر لك عن حبي ليك يا ماما؟ معقوله يا ماما؟ انت عارفه بجد انا بحبك، بحبك جدا يا ماما. وانا بحبك قوي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. عارف لو طلبت عينيا اطلعهم كده واديهم لك. يعني احنا مش عايزين نستعجل الامور، بس عموما مش هتوصل للعينين. يعني كل اللي انا اقدر اقوله لك اني بحبك يا ماما، وخصوصا ان انت اول كلمه نطقها لساني. اول بس؟ لا، تاني كلمة. أول كلمة كانت واء، تاني كلمة ماما ماما ماما. كوتشي 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 كوتشي. واو، مش معقول يا عادي، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ده البارفان بتاعي. أنا عايز أعرف إزاي عرفت إن أنا بستعمل البارفان ده؟ حماتي أنت بس عشان تعرفي إن أنا بحبك، أنا جيت من وراكي وخدت علبة فاضية من علب البارفان بتاعتك ورحت مليتها من المستودع. الله. يا سلام على السعادة للواحد فيها. فعلا مفيش أجمل من بيت الواحد وهو قاعد في وسط أهله، مراته اللي بتحبه وأمه اللي بتحبه وبتدعيله وحماته اللي بتحطيله أحلى فرفان. يا سلام، أنا قلبي دليلي قلبي هتحبي. ربنا يا حبيبي يديم عليك السعادة والهنا. عادل بجد بجد يعني أنت بقيت تري جنتيل. مرسي قوي يا حماتي، ربنا يخليكي ليا. شفت يا بيبي لما قدرت تكبح كباح غضبك الدنيا بقت لطيف، لما بتقدر تمسك انفعالاتك الدنيا بتبقى ألطف وفي سعاده فظيعه. طبعا طبعا يا حبيبتي طبعا. يعني انا عارفه اكتر حاجه عجباني فيكي نطقك للكلام صراحه يعني. ايه ده الباب بيخبط؟ اقوم افتح؟ لا 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 لا، اوعى تتحرك، انا اللي هقوم افتح. معقوله يا حماتي؟ مش عارف ذوق حضرتك ده والله. يا حبيبي لا، انت ما تتعبش نفسك ابدا ابدا ابدا، كلك تري جونتي بجد. السلام عليكم، ازيك خالتي مراني؟ عادل موجود؟ اه. دولا دولا الحقنا دولا، روحنا في داهيه روحنا في داهيه. ايه روحنا في داهيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ البضاعه ام 20000 جنيه اللي احنا كنا متفقين عليها وصلت دلوقتي. طيب وايه المشكله لما توصل دلوقتي؟ ايه اللي يودينا في داهيه؟ ما تخزنها في المخزن. ما المصيبه دولا ان المعلم ترسى راح وادى 1000 جنيه زياده لصاحب المخزن اللي كنا هناخده وراح خزن فيه الهرمين بتوعه. ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هو في إيه بس يا عادل؟ بضاعة، بضاعة بما لا يقل عن 20000 جنيه مصري فقط لا غير، معرضة لأسوأ حالات الطقس، معرضة للمطر، اتمطر عليها تبوش. أنت بتقول فيها دولة؟ دي منظرها يصعب على الكافر يا رجالة. اللي يحك فيها بقى واللي يخبط مركونة قدام باب البازار في الشارع. والعيال دول العيال بيلقفوا التماثيل لبعض، الخسائر وصلت 1500 تمثال. كفايه كفايه كفايه. تماسك يا عادل، تماسك يا حبيبي، ربنا يخليك. تماسك ايه؟ بضاعة ب 20000 جنيه بيقول لي بيلعبوا البعض، بيلعبوا بيها صيادين السمك في الشارع. اعمل ايه؟ انا مش مهم، انا مش مهم ان انا اتمرمط، انا اتعودت على مرمطة، لكن انتوا ذنبكوا ايه؟ معلش يا عادل، كل مشكلة ولها حل يا حبيبي. ايوه ايوه يا عادل، كل مشكلة ليها حل، بس هي ايه المشكلة؟ مشكلة؟ انت مش فاهمة يا نهار اسود. مشكلة بضاعة ب 20000 جنيه بايتة في الشارع لوحدي. يا خلاص خلاص يا بيبي، أنا على استعداد إن أنا بات هنا في الصالة وتنايم أنت البضاعة على السرير جوه في الأوضة. لا لا، أنا لا أمكن أشردك أبدا. لا بقى،
ابني ما يباتش في الصالة، أنا أمه ولازم أضحي، أنا اللي حبت في الصالة. لا لا لا، أنا اللي حبت في الصالة. لا أنا اللي حبت في الصالة. لا أنا لا 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 أنا 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 يا رمزي الفاكس جه. خلاص فضيت البيت عندي وبقى مستعد لاستقبال البضاعه كلها. اهو يا دول الفاكس، وبس في مشكله صغنططه. ايه المشكله الصغيره؟ ان هو مكتوب بالعربي. يا سلام، وانت ثقافتك انجليزي. هات يا ابني. يس. لا ما مش وقت، انت شايفني اساسا قلقان عشانه. ها يا نهار اسود. ايه يا دول؟ الطلبيه بتاعت التماثيل اتلغت. ما تتلغي يا عم، احنا خسرانين حاجه ولا دفعنا ولا اي حاجه، هم الخسرانين. ايوه ما احنا ما دفعناش عربون ولا حاجه، بس انا خسران الهدايا اللي انا جبتها لهم في البيت دي كلها. بص بقى دول، اسيبك بقى من الحاجات دي كلها، انت فرصتك في اللي جاي في نقل الهرم، وانا خلاص بقى ربطت لك على ونش، ما ترجعش في كلامك كل مره. الهرم. والله تصدق فكره، بس لا سيبك من الهرم، انا بفكر في حاجه ثانيه خالص يا رمزي. انا بفكر ان احنا ننقل الاقصر. الاقصر حلوه دي يا دولا، ننقلها بالسياح. ايوه وبرضه منها نشغل البازار عندنا هنا. يلا هننقلها في الفندق التحرير، مكان المتحف مش المتحف، الفندق التحرير. ايوه دول الهرم اللي هو بقى رفيف. صح، بس كده البحر. كوبري قصر النيل نفسه، ناخد الاربع اسود اللي عليه دول، ها نوديهم بقى جنينه الحيوانات. يلا مع اصحابهم بقى ومع اخواتهم. ايوه صح، ونقوم بقى جايبين القناطر حاطينها فوق الكوبري. عايز اجيب رونالد لهو. بص شايف، اتعلم. شايف محمود قابيل بيعامل بيته ومراته ازاي؟ يا ريت تتعلم. وانا مقصر معاكم في حاجه؟ ماله عادل، ما هو شايف طلباتكم كلها. يا سلام، ربنا يخليك ليا يا ماما يا جميله يا ست الكل. شايف ماما حبيبتي؟ بس هامل امه ورميها. شايف محمود قابيل بيعامل امه ازاي؟ ايه محمود قابيل؟ محمود قابيل يا جماعه ده راجل بيمثل انه بيعامل امه ومراته بشكل كويس وبيقبض على التمثيل ده، لكن انا مقصر في ايه؟ طيب اخوانا وبصوا اهو، وادي التلفزيون، مفيش تلفزيون اهو. محمود قابيل بقى مش ممكن يعمل حركه زي دي ويطفي التلفزيون وكل الناس دي قاعده بتتفرج. اللي تذوق. لا 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 لا، محمود قابيل راجل هادي ويتجنن وبيعرف ازاي يعامل الستات. ما عاد اللي هو قاعد زي الفل. انت معايا والله ضد؟ انا مش فاهم موقفك مني بالظبط يا ماما. يا طالب ما حدش فينا قال ان عادل وحش، بس هو الفكر ان هو فاكر ان هو طالما سد حاجات البيت يبقى خلاص كده وظيفته انتهت. ها ويا ريته بيسدها. طب ما تركبوا لها جلده. يا طنط حضرتك قاعده معانا بقالك 5 سنين، كم مره فيهم شفتي عادل بيخرجنا؟ يا سلام، يا الحقوا بقى الحقوا. كم مره عادل بيخرجنا؟ ليه يا هانم؟ انت ناسيه لما خرجتك انت وسناء من كام يوم ووديتكم القرفه؟ ده من 15 وهي دي خروجه؟ لا 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 نو، انت مفتريه قوي يا رانيا، مش معقول كده حبيبتي. ده حتى خرجك وداكي المدرسه بتاعت ياسمين لما جاله استدعاء بتاع ولي الامر. اهو اهي، حتى مامتك معايا اهو. وتلاقيه كمان جاب لك حاجات حلوه من الكانتين. والله جبت لها باكل بان من اللي هو الكبير ده اللي هو ابو فراوله. نسيتي ولا ايه؟ يا عادل يا حبيبي انا فاهمك، انا اقصد اقول يا ديدي يعني خروجه يعني كده اللي هو مثلا تغدينا بره، تعشينا بره، تسهرنا بره. ايوه ماشي خلاص، لو على كده اوكي. البسوا هدومكم واوديكوا عند سيد ادرا بتاع الفول اللي على ناصيه الشارع ده، بس اكلمه بقى في الموبايل الاول يجهز لنا كرسي عشان نبدل عليه. مش معقوله هنقعد ناكل كلنا واحنا واقفين يعني. انت بتهرج بقى. اعمل لك ايه طب يا رانيا؟ ما هو خروجه زي اللي انت بتحكي عليها دي بالجيش ده كله مش هصرف اقل من 1000 جنيه. طب ويعني وفيها ايه؟ مستخسر في الجيش ده كله 1000 جنيه؟ مش معقول كده بجد، دي خروجه في السنه يا اخي. خلاص ماشي، ليك وعليا، لو بكره ان شاء الله في البازار بعت بضاعه ب 1000 جنيه هخرجكم، بس على شرط بضاعه ب 1000 جنيه ما قلوش مليم. اتفقنا؟ اوكي اتفقنا. ايه رانيا؟ لا لغايه دلوقتي ما بعناش اي حاجه، مش عارف انا اليوم ده ماله وعامل كده ليه. هعمل ايه يعني يا رانيا؟ هنزل اشحت الزباين من بره يعني ولا ايه؟ خلاص اول ما نبيع هقولك. حاضر حاضر ماشي سلام. يا دولا اروح بقى افتح باب البازار؟
افتح افتح، احنا فاضل لنا نص ساعة ونقفل أصلا، يعني مش معقولة هنبيع بـ 1000 جنيه في نص ساعة. صح يا دول، إن شاء الله ربنا هيقفلها في وشنا النهاردة. أيوه دعواتك كده. إيه ده، أهلاً أهلاً، اتفضل. الحق يا دول، لقيت زبون وأنا بفتح باب البازار. أنت دعيت غلط ولا إيه؟ اتفضل اتفضل اتفضل. أيوه حضرتك، تؤمر بحاجة؟ أيوه، أنا بجهز القصر بتاعي وعامل منه دور كامل على الستايل الفرعوني، وشايف المحل عندكم ما شاء الله في حاجات كتير قوي كويسه. لا حضرتك، اللي انت شايفه ده كله مش كويس ولا حاجه، ده تقليد. ما السوق كله كده، مين يعني هيجيب اثار بجد ويحطها في بيته؟ صح حضرتك، احنا عندنا تقليد، بس ايه يعني احسن محل في السوق كله، ده احنا عندنا هنا وش القفص. حضرتك الواد ده نصاب عموما، يعني معروف عنه ان هو بيقعد ينصب على الزباين. وش القفص ايه، هو بيبيعكم متر حضرتك؟ انت اسلوبك في البيع غريب قوي. بس عجبني. بص حضرتك، انا مش هسيب حضرتك النهارده غير لما تجهز كل القصر بتاع حضرتك من عندنا. ده احنا يعني عندنا هنا وش القفص حضرتك. بص حضرتك، انا الضمير بيقول لي ان انا اقول لك يعني ان كل ده يعني تقليد، بص مش حقيقي، وكل ده بايظ، دي بضاعه بايظه حضرتك، في قطه بيركبوا لها حلق، بضاعه بايظه حضرتك. على فكره انت دمك خفيف قوي. متأكد ان ده صاحب المحل؟ ايوه، امال ايه، ده دوله، ده صاحب المحل والبازار واللي هو البضاعه دي كلها. امال ماله زعلان كده ومتضايق مع اني اشتريت منه بضاعه بحوالي 1000 جنيه؟ لا حضرتك، ب 999 جنيه بس، مش 1000 ولا حاجه. ايوه بس انا كنت عايز اشتري حاجات تانية. لا حضرتك كفايه كده النهارده. ايه يا دوله، كفايه ايه يا عم، الراجل لسه عايز يشتري حاجات تانية يا دوله. انت مالك انت مالك، ما انت طول عمرك غبي جاي تستنصح النهارده، عمرك ما بعت بضاعه ب 100 جنيه، جاي في نفس الساعه بتبيع بضاعه ب 1000 ب 999 جنيه. اصبر. طيب انا كنت عايز اشتري التمثال ده. لا التمثال ده مش للبيع حضرتك. ما انا لسه شاري التمثال اللي كان جنبه. طيب ما انت خدت اللي جنبه، سيب لنا ده بقى حضرتك، المهم ان احنا ما نكملش 1000 جنيه. 1000 جنيه اقل من كده احنا في الامان. على العموم انا اشتريت معظم الحاجات اللي انا عايزها. ايه ده، انت ايه اللي جابك يا راني؟ انت مش كنت بتقول مفيش زباين؟ امال الاستاذ ده ايه؟ والله ده اول زبون يجي لنا من الصبح، مش كده ولا ايه يا رمسي؟ صح يا راني، بس ايه، مش زبون عادي، ده اشترى حاجات ب 999 جنيه بس. على العموم انا هبعت السواق بتاعي بكره ياخد الحاجات دي. نورتنا والله العظيم يا باشا، والله يعني نورتنا. طب مش عايز تشتري حاجه تانية دي مثلا؟ حضرتك اتفضل ابعت السواق زي ما انت عايز ان شاء الله. اوكي. جرى ايه يا عادل، مش يمكن الاستاذ عايز يشتري حاجه تانية؟ يشتري ايه بس، ما هو المحل قدامه، انا قلت له ما يشتريش يعني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ابعت السواق حضرتك، ابعته بكره ان شاء الله. يا اخي ما تدي الراجل فرصه يتفرج. ادي له فرصه ايه يا رانيا، اكتر من كده، الراجل اشترى كل اللي هو عايزه، ثلاث كراتين اهو، ما اعمل له ايه تاني يعني؟ وبعدين لازم يدخل خفيف ويخرج خفيف عشان يجي لنا تاني، ده اسلوب بيع يا رانيا. انا كنت عاوز اشتري الطقطوقه دي. لا حضرتك الطقطوقه دي يعني مخرومه، يعني لو حضرتك بتطفي السجاير ممكن تقع عليك مثلا الطافيه ولا حاجه يعني. طيب كنت عايز اشتري ورق بردي. هو الصراحه يعني لسه ما بردش. هو ايه ده بقى اللي لسه ما بردش، الراجل عايز ورق بردي. كنت عايز 9 ورقات بالتلات احجام مختلفه. يا تلات احجام مختلفه، للاسف يعني انا ما عندناش غير حجم واحد صراحه. لا يا دوله انت نسيت يا عم، ده انا الصبح مطلع 4 احجام مختلفه من 3 بس من المخزن. بص يا رمزي، انا اكتشفت انت مش غبي هلا ولا حاجه. ربنا يخليك. انت بتعمل عكس اللي انا عايزه منك وخلاص. يعني ايه؟ وغبي كمان. روح يا رمزي هات للراجل اللي هو عايزه. حاضر حاضر يا رمزي. اي خدمه تانيه حضرتك؟ متشكر. انا اعتقد كده حسابي وصل 1200 جنيه، صح كده يا استاذ عادل؟ صح حضرتك 1200 جنيه. بس على فكره انا ممكن ادي لحضرتك البضاعه دي كلها ب 200 جنيه بس. بابا انت مش هتلبس بقى؟ ما انا لابس اهو يا ياسمين. قصدها يعني تغير هدومك ولا هتنزل كده؟ يا ماما يعني اعمل ايه، اغير هدومي ورانيا جوه بتغير، معقوله؟ طب ما هو عايز يا بابا، ما انت ما هي مراتك.
الا ايه قله الادب دي يا بنت؟ ايه قله الادب دي؟ ايه مراتك يعني اغير ومراتي جوه؟ البنت دي اتعلمت قله الادب دي. بصي عقابا ليكي مفيش خروج النهارده. بقول لك ايه عادل، بلاش تلاكيك، عمال تلف حوالين نفسك عشان ما تخرجش. قوم غير هدومك. ماشي يا ماما، ماشي ماشي يا حبيبي، قوم غير هدومك بقى يا ماما. انا مستني الماتش اهو يا ماما. مفيش ماتش النهارده. لا ما هو اصله اتاجل لبكره وانا قاعد مستنيه. يا عادل يلا يا حبيبي قوم البس بقى. البس ايه يا هانم؟ هو في عندي هدوم نظيفه من اصله؟ ما تقلقش، طلعت لك هدوم جديده من الدولاب. طلعت لي هدوم جديده؟ طب افرضي مثلا لبستها النهارده بكره اروح الشغل ازاي؟ الشغل اهم. هدومك بتتغسل وان شاء الله بكره الصبح هتلاقيها نظيفه وزي الفل. طب واتكوت ولا ما اتكوتش؟ كوت لك الهدوم. وكوتيها ازاي من غير ما تقولي لي؟ افرضي انا عايزه البسها مكرمشه مثلا. خلاص يا عادل هكرمشها لك. يا عادل قوم، ربنا يهديك. ده مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ يمكن تكون مصيبه مثلا، حد هيقول لنا عليها فما نخرجش. فلا الله ولا فالك. دوران يا حبيبتي. ايه دوله ده؟ في ايه يا رمزي؟ في مصيبه حصلت في البازار ولا ايه؟ لا يا دوله، انا جاي علشان اتعشى معاكوا بره يا عم. تتعشى معانا ببدلتك دي واحنا عندنا مصيبه؟ ايه يا دوله، مفيش مصايب يا عم ولا حاجه. جرى ايه يا عادل؟ انت بتتلكك يا حبيبي ولا ايه؟ قوم يا بابا يلا البس هدومك. قوم يلا يا عدوله، احنا جاهزين. ايه ده يا بيه عادل، انت لسه ما لبستش؟ ايه المشكله يعني اللي كل شويه حد يقول لي لسه ما لبستش لسه ما لبستش؟ لسه ما لبستش. ايه ده؟ انت لسه ما لبستش يا عادل؟ لا بتهرج بتهرج. بصوا انا بقى ايه، هرتاح ومش خارج النهارده. خلاص مش عايز تخرج النهارده بلاش، براحتك. ايه ده؟ شفتوا؟ سناء مش فارق معاها ان انا ما اخرجش عادي. لا لا ما تقولنيش، انا قلت انت براحتك ما تخرجش، لكن احنا عادي هنخرج. مظبوط، احنا مش فارق معانا انت تخرج ما تخرجش، انت حوره، خليك انت قاعد وهات الفلوس عشان احنا نخرج. هات الفلوس. هات الفلوس. خلاص 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 خلاص، ما دام كده كده هدفع الفلوس استفيد بيها، هخرج معاك. هات فلوس. انا عايز سلطه لصوص. ممكن تدينا ثانيه حضرتك؟ تحت امرك. جرى ايه يا عادل؟ هو في حد بياكل سلطه بس؟ ايوه ايه المشكله يعني لما اكل سلطه؟ مش شايفه اسعار الاكل هنا عامله ازاي؟ طب وفيها ايه؟ انت وعدتنا ان انت هتصرف علينا 1000 جنيه. ايوه معنى ان انا هصرف 1000 جنيه ان انا بعزقهم كلهم على اي اكل وخلاص؟ وبعدين مالها السلطه؟ ما السلطه زي الفل. السلطه بنتك ما بتحبهاش. ياسمين يا حبيبتي، تحبي تاكلي سلطه ولا تاكلي لحمه بقى؟ لا احب اكل سلطه. شفتي؟ انا بقى عايزه اول حاجه اللي موجوده كده في اول سطر دي، اغلى حاجه. اول حاجه اللي هي ايه دي؟ اهي اللي موجوده دي اللي جنبها سعر اغلى رقم موجود. ايوه ده عنوان المحل الفرع الثاني يعني، والرقم اللي جنبه ده رقم الشارع. اللي مكتوبه اول واحده بعد اللي انت قلته ده، اللي هي اغلى حاجه يا خفيف. طب تعرفي الاكله دي مكونه من، انت بتطلبي اي حاجه وخلاص؟ طالما غاليه يا عادل يبقى مليانه لحمه وفراخ وسمك، ما فيهاش اي حاجه تانية. وانا كمان عايزه زي سناء يا عادل. طيب يا ماما، ما دام عايزه زي سناء روحي اقعدي جنبها عشان تاكلوا انتوا الاثنين في نفس الطبق. ايه يا عادل، انا اكل زي ما انا عايزه وانت زي ما انت عايز وفي طبق لوحدي. وانا برضه يا بابا عايزه اكل في طبق لوحدي. لا يا ياسمين يا حبيبتي، ما ينفعش تاكلي في طبق لوحدك، اقعدي كلي مع ماما. دولا انا مش عاوز اكلفك. يا سلام عليك يا رمزي، فعلا اصيل يلا وابن عم فعلا، عشان كده بقى انا هوجب معاك يلا يا رمزي، كل زي ما انت عايز وهيتخصم منك. ربنا يخليك يا دولا، انا عاوز اكل زي سناء. الحكايه كله عايز اكل زي سناء. بص لعلمك الاكل اللي سناء طلبته ده، ده اكل حريمي، الاكل الرجالي هتلاقيه في اخر الليسته بيبقى رخيص، الاكل الحريمي غالي. ايه ده يا دولا، هو في اكل حريمي واكل رجالي برضو؟ اول مره اعرف. يا ابني معروف يا ابني، بص هتلاقي الاكل الرجالي ده اللي هو ارخص حاجه. لا 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 لا، المعلومه دي مش مظبوطه. يا سلام، ما انت طول عمرك بتهجسي، اما اجي انا اقول معلومه هتقولي مش مظبوطه. انا بقى شخصيا عرفت انا هختار ايه. انا عايزه واحد شاتو بريون والسوا بتاعه يبقى ابوان، وعايزه واحد لانجوست معاه صوص تارتار. وانا كمان. وانت كمان على اساس ان انا فهمت يعني هي طلبت ايه؟ وهو ايه اللي مش مفهوم في اللي مامي قالته؟ يا حبيبي اللانجوست اللي هو الاستاكوزا، وصوص تارتار صوص تارتار؟ لو كده يبقى ما فهمتش برضه. عموما قولي للجرسون بقى، لو هو فهم يبقى يجيب لك ان شاء الله. طب وانت يا بيبي هتاكل ايه؟
لا انا هاكل سلطه بس بقى بالسوس بتاع الترتر ترتر. كان لازمته ايه الحلو بس؟ ما كان كفايه الاكل. يا نهار ابيض، انت مستخسر فينا حته جاتو يا عادل؟ يا حته جاتو بس، ده حته جاتو وايس كريم وحاجات ساقعه وكريم كراميل. تطلب كريم كراميل يا ايه يا عادل؟ انت بتعد علينا الاكل. ما انا لازم اعد يا ماما، مش انا اللي هحاسب. طب ما دام هتعد بقى دولا، عد لي كوبايه شاي ونبي. وانا من فضلك عايزه واحد كابوتشينو. ما كابوتشينو ده يا حماتي ممكن يشرب في البيت يا اخوانا. بصوا احنا كفايه لغايه كده قوي بقى، احنا نكمل في البيت قعدتنا زي ما انتوا عايزين. الحساب لو سمحت. لا انا مش عايزه اروح البيت، انا مبسوطه قوي بالخروجه دي. رغم بقى ان المحل يعني ما هواش يعني تري شيك خالص، ورغم ان الاكل يعني ما هواش ديليشيوس خالص، ان انا مبسوطه جدا 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 ان احنا قاعدين مع بعضيناتنا وخرجنا سوياتنا. المهم ان انتوا مبسوطين وانا مبسوط والله. انا بس لولا الشر اللي هيجي لنا دلوقتي ربنا يستر بقى. شكرا. ده الحساب؟ شكرا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا بيبي؟ في ايه؟ في ايه؟ بص الحساب كام؟ مالك يا عادل في ايه؟ ما انت نازل من البيت وراضي وقلت هصرف عليكم يا جماعه 1000 جنيه. ماشي يا ستي ماشي. المهم ان انتوا اتبسطتوا وخلاص، مش اشكال بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ في ايه يا عادل؟ مش لاقي المحفظه يا ماما. الله، طب دور كويس يا عادل. ما انا بدور كويس، مش موجوده. ده موقف زباله زباله زباله. دولا انا مش معايا فلوس اسلفك. وانا عمري استلفت من اهلك قبل كده. طب وبعدين يا عادل هنعمل ايه دلوقتي؟ ما فيش حل بقى غير ان انا تلموا من بعضيكوا يعني وتدوني، واما ارجع البيت ارجع لكم الفلوس دي. انا اللي فهماك، انا اللي حافظاك. انت عامل فيلم العربي ده كله عشان مش عايز تدفع الحساب من الاول يا عادل. بطلي سقنيه يا هبابه انت يا سناء، بجد المحفظه مش لاقيها. بص بقى انا معيش فلوس خالص. انا معايا 100 جنيه ممكن اسلفهم لك ولما نروح البيت نتحاسب. ما انت معاكي 100 جنيه اهو يا ماما. ما كل ما اقول لك هاتي فلوس تجيبي مفلسه ومعايش وسلفيني انت. يا ايه يا سناء؟ ايه يا سناء؟ جايه تسيحي دلوقتي ان هو في المحل؟ كفايه المصيبه اللي احنا فيها. يا ماما 100 جنيه نعمل بيها ايه؟ 100 جنيه نعمل بيها ايه؟ مش هينفع يا ماما. بجد بجد يا عادل انا لو معايا فلوس انا كنت اديتك. نجله حبيبتي انت بكره ناسي ان عندك مدرسه لازم تصحي الصبح. يلا حبيبتي يلا. عادل ميرسي قوي 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 على الاكله الديليشيوس دي، تتجنن تتجنن. بس عايزه اقول لك حاجه، انت بقى فاتتك بقى الصوص التارتار دي، كان لازم تدوقها تتجنن. ما هو نص الفاتوره طرطار. شوفي النداله بتاعت مامتك ثابته في الموقف ده. مش اشكال مش اشكال يا ماما، مش اشكال، ما حصلش حاجه الحمد لله. بس هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه؟ ماما هو انت خدتي دواء السكر؟ يا خبر، ده انا نسيت اخده. طب يلا يا حبيبتي بسرعه عشان تلحقي تاخديه بعد الاكل، ان هو المفروض قبل الاكل. يلا مش مهم بعد الاكل قبل الاكل. انا هروح اهزق لك مجيده على الموقف اللي عملته ده. هنهزق مجيده. سلام يا عادل. يلا يا ماما صحتك بالدنيا. يلا يا حبيبتي. ماما ماما عايزه تتحمل، عايزه تتحمل. خلاص خلاص اصبري امسكي نفسك بس. يلا بينا يلا بينا. الحمام مش من هنا؟ الحمام من هنا. لا يا بيبي انت يرضيك برضو حبيبتك نن عينك تخش الحمام في كافيتريات الشارع؟ لا طبعا انا مروحه البيت علشان تدخل الحمام هناك. وهو بالمره ده اقول لك على المحفظه، والنبي خد بالك من نفسك. لا اله الا الله رسول الله. وانت اللي وقعت في ارابيزي ولا ايه؟ اسمع دولا، اسمع بقى الفكيره دي الجهنميه. بص احنا دلوقتي نتسحب واحد ورا واحد من غير ما حد ياخد باله. انسحب واحد ورا واحد ومفيش غير انا وانت يا اخي. يا اغبى خلق الله. في اي مشاكل يا فندم؟ لا 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 ابدا مفيش حاجه، احنا بس بنتناقش لانهم مشوا، فاحنا لسه هنقعد شويه يعني. وكنت عايز اشرب كوبايه شاي كمان لو سمحت. وانا كنت عايز اكل تاني لو سمحت. ما خسرانه خسرانه. بقول لك ايه، بص امسك الفوطه دي حطها على ايدك انت كده كده شكلك جرسون. خش على الناس اللي ورايا دي قول لهم الحساب لو سمحت، بس من غير ما التاني يشوفك. خش خش خش. حساب لو سمحت. دفعوا. عملت ايه؟ قال لك احنا دفعنا. دفعوا؟ لا مفيش قدامنا غير الحل التاني. ايه يا دول؟ احنا نسحب واحد ورا واحد، بس انا الاول. انا ناسي حاجه بس مش عارفه ايه. انا لقيت محفظه عادل. بجد؟ هو ده اللي كنت ناسيه وعايزه افتكره. لقيتيها فين؟ في البنطلون اللي كان رايح الغسيل. طب ما تخلي عادل يبعتها له. طب ومين اللي هيروح يبعتها له من الساعه 2 بالليل؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، هم لو ما جمش دلوقتي احنا نبقى نروح ندفع الفلوس الصبح. خليهم قاعدين، يعني هم هيحصل لهم ايه؟ يعني هم هيحصل لهم ايه؟
هيوم ما يحصل لهم ايه؟ محمود أبيه. احنا خلاص يا فندم هنقفل المحل. ايه ده يعني ايه؟ يعني ما نشربش المشاريب اللي احنا بنشربها؟ ومش احنا طالبين مشاريب عشان نشربها؟ ايش يا برامز ايش؟ دول انا مش قادر، دول انا شارب لغايه دلوقتي 4 شاي و3 قهوه واتنين حاجه ساقعه. اشرب يا رب، انا لسه برضو شارب 2 موز باللبن و3 جوافه بالمانجا وشارب 4، هات لنا 2 حاجه ساقعه لو سمحت. يا فندم بقول لحضرتك المحل هيقفل. يعني ايه ما نشربش المشاريب؟ هات لي صاحب المحل، نادي لي صاحب المحل. اهو صاحب المحل اهو، فاهم معايا انت بقى. ايه يا فندم، في مشكله ولا ايه؟ اتفضل اتفضل حضرتك، الجرسون اللي شغال عند حضرتك في الدكانه دي جاي بيقول لنا سيبوا المشاريب وامشوا. يعني ايه نمشي؟ ده احنا واكلين وشاربين بكميات، يعني حضرتك نمشي ازاي؟ يعني هم بقالهم 4-5 ساعات عمال يطلبوا في اكل، وكان معاهم ناس تانيه ومشوا، وشكلهم كده معاهمش فلوس. على العموم انا مستعد امد الوقت ساعه كمان، بس بعد اذن حضرتك ادفع لي جزء من الفاتوره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مفيش ثقه ولا ايه؟ يعني ايه جزء من الفاتوره؟ انا لا اما ادفع الفاتوره كلها على بعضها لا بلاش. خلاص كويس قوي، ادفع. ما طبعا، بس هنشرب الحاجات الساعه دي عشان نهدم الحاجات الساعه اللي كانت. اشرب اشرب. دول انا مش قادر مش قادر. يا دي انت شغال ضدي على طول على طول. عكسي. هيشرب ونشوف. على فكره حضرتك مش اول زبون يدخل ياكل ويشرب وما يدفعش، ده عادي بالنسبه لي، شيء عادي. ايه ده يعني حضرتك عادي يعني ان الواحد ياكل ويشرب هو وعيلته وبعدين يعني ما يدفعش الفلوس؟ يعني لو كده يعني انا صراحه يعني معيش فلوس. عادي مفيش مشكله مفيش مشكله. مغربي العده وتعالى. عده ايه حضرتك؟ هتشوف دلوقتي. يلا مغربي هات العده. مغربي